بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نشوفو اعلان ترابيزة ولا نقطة ترابيز. الضرب هذا بحال سامسونج، كاين واحد الاختلافات بسيطة غادي نشرحها لكم شنو هي. لا ميثود ديال ترابيز الاختلاف تقريبا كاين جوج اختلافات اللي في لا راديو ديالهم و صافي في لا راديو تقريبا. الوغ شوفو لا راديو ا ايكال اش سير دو اش بلا ما تنصحها عامل لي اف لاكس زيرو اف اكس ان جوج في لا سون ديال لي اف اكس اي على طول الانترفال. طبيعة حالة اكس اي و اف اكس ان هذا العنصر الاول هذا العنصر الاخر في الانترفال ديالنا اللي هو 0 3 يعني اف 0 اف 3 واللي بقى وسطهم كاملين كنديرو لهم التعميل ديالهم كنضربهم بجوج خرجت الحل ديالك. غادي نشوف واحد ليكزامبل سامبل. ليكزامبل ا ايكال انتيكرال دو 0 ا 3 اكس ديال اكس اور ايكال 4.5 حسبناها بريميتيف، حسبنا البريميتيف ديالها وحسبنا حسبنا طبيعي. دابا نجيو نابليكيو الميثود ترابيز. مانتونو طبيعة الحال اش خدينا هي 0.5، يمكن مثلا تاخد اش ايكال ان، حقك انك تاخد اش ايكال ان، مرة كيعطيولك اش مرة مكيعطيولكش اش، مرة كتختار انت المهم، ولكن اش تختارها بواحد الطريقة اللي تناسبك، وكما تفرقها من الانترفال هما كان النتيجة كانت صحيحة يعني غدا، وبالدقة ديال النتيجة كتزيد. هما يمكن دير هنا مثلا 0.1 وعطيك مثلا شي 20 نقطة وغدا الدقة كتزيد. الو اش ايكال 0.5 نشدو الانترفال ديالنا من 0 ل 3 كنبقاو نقسموه باش 0.5 1.5 2.5 3. هذا العنصر الاول والعنصر الاخر، العنصر الاول والعنصر الاخر كنكتبوهم عادي في ديالنا اف اكس ديالنا اللي هي تساوي اكس. دونك اف ديال 0 شحال كتساوي هي 0، اف ديال 0 ايكال 0 و اف ديال 4 ايكال 4. 0 و 4 كنمشيو كنعوضوهم هنايا هانتوما شفتو. واحد الحاجه ان الميثود ديال الترابيز يا داش بلا هنا دا اش سير دو ماشي اش سير طرو سوري كملو. المهم كتبنا هنا 0.5 سير دو نضربو الضرب عامل كتكتب العنصر الاول والاخر صافي بلس اش كدير كدير جوج وكتضربها في باقي العناصر اللي عندك في الانترفال. شنو هما باقي العناصر اللي عندنا في الانترفال؟ كنحيد العنصر الاول نحيد العنصر الاخر كيف قالنا 0.5 واحد 0.5 جوج 0.5 يعني 5 ديال العناصر. هاد 5 ديال العناصر كتشدهم كاملين كتحسب ليهم اف ديال اكس اي ديالهم. هنا في الحالة ديال الترابيز مكاين لا امبير لا بير، كتشدهم كاملين كتحسب ليهم اف اكس اي ديالهم وكتوضعهم هنايا كتعملهم بجوج وكتشد الكالكوليتريس ديالك كتحسب طبيعي حتى في الاخير كنلقى القيمة اللي باغي نتايا اللي هي 4.5. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.